بيان عاجل في مصر بعد زيادة انقطاع الكهرباء وتحذير من عدم رضا المواطنين. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك. عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 و3000 أعجبني. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نملى التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا قدها وتعملوها. عضو مجلس النواب المصري النائب ضياء الدين داوود تقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن زيادة مدة لانقطاع التيار الكهربائي في ظل خطة تخفيف الأحمال. النائب قال: فوجئ المصريون خلال الساعات والأيام الماضية رغم التحسن المناخي الملحوظ بانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها المرتفعة سابقا، بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة لساعتين وثلاثة في بعض المناطق. عضو مجلس النواب ضياء الدين قال: الحكومة لم تراعي مشاعر المصريين اللي بيأدوا التزاماتهم تجاه الحكومة، بينما الحكومة لا تلتزم بأداء مهامها تجاههم. النائب أشار إلى أن الحكومة في مسألة قطع التيار الكهربائي لم تراعي طبيعة كل جغرافيا من قرية أو مدينة، وقال: بيتم ذلك كله دون إعلان أو خطة واضحة أو جدول زمني ولا حتى تبرير رغم انخفاض درجات الحرارة. وحذر عضو مجلس النواب من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بيزيد من عدم رضا المصريين. في سياق متصل، المستشار سامح الخشن تحدث باسم مجلس الوزراء قال انه كان هناك توقع بانخفاض درجات الحرارة ولكن لم يحدث ذلك، واضاف: العالم بيتابع ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة. المتحدث باسم مجلس الوزراء اضاف خلال تصريحات تلفزيونية ان ارتفاع درجات الحرارة بيأثر على استهلاك الغاز، كما ان واردات مصر من الغاز انخفضت بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا. كذلك انخفضت الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة. مصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24، وقولوا لنا يعني الكهرباء عندكم بتقطع قد ايه ومن كام لكام. يعني انا عندي الكهرباء بتقطع ساعتين في اليوم، مش عارف بقى يعني عند حضراتكم بتقطع ساعتين ولا ساعتين ونص ولا ثلاثة ولا ساعة ونص. حتى اكتبوا لنا في التعليقات تحت الكهرباء بتقطع عندكم قد ايه. أترك لكم التعليق.